بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى الترمذي في كتابه الجامع كتاب الجنائز: باب ما جاء في المسك للميت. باب ما جاء في المسك للميت. وقد ناسب أن يذكر هذا الحديث بعد الحديث الذي ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن كنا يغسلن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اجعلن في آخرهن كافورا. فهذا الغسلات كافور، فهل يتعين الكافور أم يكون أي طيب من الأطياب؟ ومنها أطيب الطيب المسك، هل يجوز أن يمسك به أو يمس به الميت؟ قال: حدثنا محمود بن غيلان. باب ما جاء في المسك للميت. قال: حدثنا محمود بن غيلان، وهو المروزي معروف ثقة، أنه قال: حدثنا أبو داود، حدثنا أبي، هذا خطأ في بعض النسخ، حدثنا أبو داود وهو الطيالسي وشبابه، قال شباب ابن سوار المدائني ثقة، قال: حدثنا شعبة عن خليد ابن جعفر. خليد ابن جعفر من بني حنيفة الحنفي، صدوق، سمع أبا نظرة، أبو نظرة، منذر بن مالك بن قطع يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطيب الطيب المسك. أطيب الطيب المسك، إدخال الإمام الترمذي رحمه الله لهذا الحديث في كتاب الجنائز يدل على أنه يرى أنه جاز أن يطيب بأي طيب، طيب أحسن الأطياب. الميت أيضا ما دام أطيب الطيب المسك فجاز أن يطيب به الميت أيضا. ولذلك الحديث بعموم أطيب الطيب المسك للأحياء كذلك للأموات، لا فرق بينهما ما دام النبي صلى الله عليه وسلم راغب أن يكون في آخره كافورا، حتى لا تكون هناك رائحة تنبعث، بل تكون رائحة طيبة وتسحب الملائكة، وبذلك يكون الطيب أيضا جاز كما قال هنا بالعموم، وليس أنه خاص بالميت أو بالأحياء فقط. وليس هناك ولا ينبغي أن يخالف أو يختلف بأن الطيب لا يجوز التطيب به، لأن سمعنا أن من الأقوال الشاذة قالوا أنه دم والدم يكون نجسا، وهم يعرفون أن النجس إذا تغير واستحال إلى نوع آخر لم يبقى على شكله الذي كان فيه نجس فيكون طاهرا، وله نظائر كثيرة جدا في أمور الشريعة، منها أنه إذا كان الخمر قد سار خلا تخلل بنفسه لا يجوز التخليل، لكنه إذا تخلل بنفسه جاز. كذلك الجلد المدبوغ وإن كان في أول الأمر لا يجوز، لكن إذا دبغ فقد طهر. فإذا تغير أو غير، بعض الأحيان يجوز التغيير وبعض الأحيان لا يجوز. وهناك حتى الآن ندرس في مسائل الجديدة المياه، مياه المجاري تنظف وتنقى ويعاد للشرب وغيره، سبحان الله، والاستعمال العام. فهناك في بلاد الشيخ الهلالي رحمه الله يقول، حيث إنهم قريب من فرنسا، المغرب كانت تعمل هذا منذ 40 سنة، تنظف مياه المجاري وترسل للناس أيضا، فأجاز العلماء على كل حال هذه الأمور كلها. وما دام الدم كان ولكنه استحال من شكل الدم إلى شيء آخر، وهو معروف أنه يكون في نافجة المسك، في نافجة أي في سرة نوع من الغزال، وليس كل غزال، نوع من الغزال يكون، وخاصة الذي يكون له قرنان طويلان، وكأنها إذا وقفت فلا يظهر إلا قرن واحد من الجانب، وبعضهم قال أنه القرن الوحيد، له قرنان
هذا النوع من الغزال يكون في نافجته من قدر الله في سرته يجتمع الدم ويقطعون هذا، وقد رأيت هذا وما شاء الله يفوه رائحة، يقطعون ما جلده وقالوا إنه دم لا يجوز، وهذا لا، هذا القول لم يقبله العلماء. وحتى كان معروفا هذا في شعر المتنبي، قال كافور، كافور أسود كان، وهو ملك من ملك لبنان الظاهر، ويخشيدي يخشيدي ويقابلوا نان وكيف بقتيها، وهو الشتاء وصيفهن ستاء، يتلون الخريط من خوف الطوى فيها كما تتلون الحرباء. هذا رايح إليه، فمن جملة قصائده له قال: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزالي، فإن المسك بعض دم الغزالي، هذا معروف لديهم من قديم الزمان. فإذا العموم أطيب الطيب إذا كان المسك، فجاز أن يطيب به الميت أيضا. قال حدثنا سفيان بن وكيع أنه قال حدثنا عن شعبة عن خليدة، سفيان بن وكيع حدثنا عن شعبة، يعني سفيان بن وكيع تلميذ سفيان بن وكيع، هذا التعبير مقبول، يعني يقول حدثنا سفيان بن وكيع، يكرر تلميذ سفيان بن وكيع الترمذي يقول حدثنا سفيان بن وكيع عن شعبة. حدثنا أبي إذا كان، لكن أخبرنا أبي الظاهر، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم لين أخبرنا أبي، نعم هو هذا الظاهر ساقط عنه، لكن هذا التعبير في موضع آخر إذا كان هو سمع مقبول. ووكي بن الجراح الرواسي ابن مليح ومعروف، نعم أنا أشرت هنا وكتبته أنا، لأن في الحاشية موجود، هذا في الحاشية موجود أنه أخبرنا أبي ليس حدثنا أبي، فهنا أبوه قال حدثنا عن شعبة، هكذا حدثنا عن شعبة، قال أبوه سفيان بن وكيع يقول حدثنا أبي عن شعبة، لكن الذي في أصل النسخة أنه أخبرنا أبي عن خليد بن جعفر، فجاز أن يكون والله أعلم، ما ندري هل هو خطأ في النسخة، يمكن يعني إذا رجع تحفة الأشراف عندكم، تحفة الأشراف في ترجمتي، أي نعم، أبي سعيد الخدري قد يأتي أبو نظرة، على كل حال إذا حصلتم، فهل هو حدثنا عن شعبة أو أخبرنا عن شعبة، كلاهما على كل حال أصله ماذا، أخبرنا أو حدثنا، وهذا سفيان بن وكيع ضعيف، لكنه يروي عن أبيه وكيع، طيب وكيع هو الذي يروي عن شعبة، فهل يقول أخبرنا عن شعبة أبي أو حدثنا عن شعبة؟ الكلام هنا عن خليد بن جعفر، أنا بنظرة أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسك قال هو أطيب طيبكم. فالحديث على كل حال، هذا الحديث إن شاء الله صحيح لأجل الحديث السابق، إذا قلنا إن سفيان بن وكيع فيه بعض الضعف يتكلمون فيه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق، وقد كره بعض أهل العلم المسك الميت، المسك للميت والحي أيضا كره، قالوا لأنه الدم. قال وقد رواه المستمر بن الريان أيضا أنا بنظرة، وهذه رواية مستمر بن الريان تتبعته فوجدت في مسند الطيالسي، أبو داود الطيالسي هذا نفسه الذي هنا روى عنه محمود بن غيلان عنده برقم 22,774، قال حدثنا المستمر ابن الريان. فبذلك المستمر ابن الريان يقول يروي أن أبي نظرة واختلف السنة تماما وهو صحيح، ويكون الحديث الذي فيه سفيان يعني حسن لغيره، فصدق أو طابق قول الترمذي حديث حسن صحيح، صحيح من طريق الطيالسي أنه قال حدثنا مستمر بن الريان
أنه أن خليد ابن أنا أبي نظرة أنا أبي نظرة أنا أبي سيدنا الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي وهو ابن المديني قال يحيى ابن سعيد المستمر ابن الريان ثقة قال يحيى خليد ابن جعفر ثقة رواية الطيالسي رواته كلهم ثقات صحيح ورواية محمود بن غيلان سفيان بن وكي فيه شيخ الترمذي سفيان فيه ضعف إلا أنه يتحسن بشاهده الصحيح الأول والثاني. نعم. ثم قال ومحمود بن غيلان أيضا وافقه على هذا ثم قال ترمذي وقال وهو قال علي قال يا ابن سعيد المستمري عن ثقة هنا قوله وهو قول الإمام أحمد وإسحاق واستدل لهما بحديث الباب ما أخرج الحاكم في المستدرك عن أبي وائل قال كان عند علي رضي الله عنه مسك فأوصى أن يحنط به حديث صحيح يحنط الحنوت في الغالب طيب الميت وقال البيهقي في سننه قال النووي قال هو فضل حنوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان والحديث صحيح يكون إن شاء الله بدون أي شبهة جاز أن يستعمل الطيب إذا حصل الطيب للميت. نعم. باب ما جاء في الغسل من غسل الميت إذا غسل أحد أو من غسل الميت إذا غسل أحد الميت فهل يجب عليه الغسل؟ قال حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب العموي ثقة أنه قال حدثنا عبد العزيز ابن المختار كان لقبه الدباغ ثقة عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة درب معروف من روايات من ثقات الرواة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسله الغسل ومن حمله الوضوء يعني الميت يعني من وفي رواية مستدرك وغيره من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ هكذا بلام الأمر هنا أيضا نفس المعنى من غسله الغسل أي غسل الميت الغسل ومن حمله الوضوء يعني الميت قال أبو عيسى فإذا هل يجب أم ماذا ننظر فيه قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن وقد روي عن أبي هريرة موقوفا أيضا ولا يلزم ولا يعل المرفوع بالموقوف لأنه قد يقوي الموقوف المرفوع ثبت عند أبي هريرة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأفتى به بدون رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففتواه يقوي المرفوع قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن قد روي عن أبي هريرة مرفوعا وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا غسل ميتا فعليه الغسل وقال بعضهم عليه الوضوء وقال مالك بن أنس أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا وهكذا قال الشافعي قال أحمد من غسل ميتا أرجو ألا يجب عليه الغسل وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه يعني كأنه يقول يعني يتوضأ والله أعلم وقال إسحاق لابد من الوضوء قال وقد روي من عبد الله عن عبد الله بن المبارك أنه قال لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت ونحن نعرف أن الترمذي أول من بدأ بفقه المقارن جزاه الله خير يذكر الآراء لكن لم يرجح هنا فما هو الراجح في هذا الباب والله أعلم بعضهم قال ليس عليه لا غسل ولا وضوء هذا قول عبد الله بن مبارك كذلك ما هو غير واحد أيضا من الأئمة والآخرون قالوا واجب والآخرون قالوا مستحب إلى آخره لكن نريد أن نعرف الصحيح في هذه المسألة في الحقيقة يجب في مثل هذه الحالة الإنسان أن يبحث في الأبواب يعني كانوا يكتبون الأبواب لأجل هذا وكانوا يذاكرون الأبواب هذا تذكرون كأنه هذه المذاكرات لها فائدة كبيرة جدا بين الأئمة رحمة الله عليهم ماذا تعرف في غسل الميت ماذا تعرف كذا ففي الحقيقة مثل هذا نحن يجب علينا أن نبحث في الباب هل جاء فتاوى الصحابة
فيطمئن الإنسان في الترجيح على في أقوال من دونهم من دونهم أو نجد حديثا مرفوعا صحيحا. فهنا جاء في الحقيقة حديث صحيح أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي وغيره من الأئمة, حديث ابن عباس رضي الله عنه قال ليس علي أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم أو غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه, إن ميتكم يموت طاهرا وليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. هذا الحديث صحيح وينبغي أن يكون هو العمدة في الترجيح بين أقوال الأئمة رحمة الله عليهم. ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم فحسبكم أن تغسلوا أيديكم, هذا يكفي أن نقول أيضا أنه لا يجب عليه الوضوء أيضا, لأن الوضوء في غسل الأيدي والأرجل ووجهه إلى آخره. فلذلك في الحقيقة أرجح الأقوال في هذا هو أنه جاء في حديث ابن عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. نعم إذا احتاج, إذا رأى في نفسه أنه جاءت عليه بعض أشياء الدماء كذلك قد تكون عذرة وغيرها يعني يحتاج إلى تنظيف الميت وجاء عليه بعض الشيء, فإذا اغتسل أو إذا جاء على رجليه غسل رجليه فقط. يعني الناس يعني قالوا أنه ما جاء على رجلي من الرشاش إلا على رجلي, لأنه في الغالب الناش الذي هنا يغسل وهو عالي يكون, والماء أيضا لا ينتشر هنا وهناك, الماء يذهب في الماسورة. يعني النعاش رأيتم هنا للغسل, أنا رأيت هناك, فلا يذهب الماء التراب الأرض إنما هو عن طريق الناش, والناش يكون هكذا مقورا فيذهب, فقد لا يأتي عليه رشاش ولا شيء, لكن إذا جاء عليه واغتسل فهو الأفضل. فإذا من بين اختلاف الأئمة يكون هذا الحديث هو المرجح للقول, هو أنه ليس من غسل الميت غسل أو غسل إلا إذا كان أحد يستحب فلا بأس به. نعم. ثم بعد ذلك قال أيضا جاءت رواية عن أسماء بنت أبي عميس أنها غسلت أبا بكر رضي الله عنه ولم تغتسل. نعم غسلت أبا بكر. ثم بعد ذلك بعض ما يستحب من الأكفان, الأكفان جمع كفن. قال حدثنا قتيبة وهو بن سعيد البغلاني الثقة أنه قال حدثنا بشر بن مفضل ثقة عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ثقة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. فواضح جدا معناه, لكن هل يجب الأبيض لبسا؟ لا يجب, لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لبس الحلة الحمراء, كذلك كانت برود يمانية مخططة كل هذه, فدل على أنه الأبيض يكون هو الأفضل إذا اختار الإنسان في لباسه حيا وفي كفنه يختار له ميتا, لكنه لا يجب. حتى الكفن إذا لم يكن إلا ملونا فجاز, لكنه يختار مع كونه الأبيض. لا ينبغي أن يقدم غير الأبيض لاختيار النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الباب أن سمرة وابن عمر وعائشة قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وهو الذي يستحبه أهل العلم. وقال ابن المبارك أحب إلي أن يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيه, كان يصلي فيه قد يكون ملونا أيضا بألوان مختلفة مخططا. وقال أحمد وإسحاق أحب الثياب إلينا أن يكفن فيها البياض ويستحب حسن الكفن. حسن الكفن ليس المقصود منه الغالي كما جاء تفسيره في أفعال الصحابة, وابن سعد وغيرهم ذكروا بإسناد صحيح حتى في سنن موجود أن أبا بكر رضي الله عنه لما احتضر فقال انظروا إلى ثوبي هذين فاغسلوهما وكفنوني فيهما. فلعل الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله يستحب أن يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيه
لا لا، لأن بمعنى أنها تشهد له أيضا إن شاء الله بالصلاة عند الله تبارك وتعالى ويبعث فيه. فيكون في الحقيقة هذا يعني استحباب منه، لكن إذا كان أبيض وإذا كان يصلى فيه لا بأس، يصلي فيه لا بأس فيه. إذا لم يكن إذا كان ملونا فاستحباب أن يختار له الكفن الأبيض إن شاء الله أفضل، وليس بلازم أن يكون جديدا، فإن الحي كما قال أبو بكر رضي الله عنه إن الحي أحق بالجديد أو أخلق أحق بالجديد، وقالوا نعطيك ثوبا جديدا، قال لا. ولذلك قالوا حسن الكفن أن يكون سابغا سابغا ساترا ولو كان من ثياب قديمة. نعم، كيف إيش؟ الذي يظهر أنه حتى يعني ثيابه يجرد منها، لكن إذا كان يلبس إزارا ورذان، لأن كان الناس إلى وقت بعيد مع النبي أو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يلبسون إزارا ورذان، فيكون هو الأول ثم بعد ذلك يزاد عليه ما شاء، الله أعلم، هذا الذي يقصد. لكن ما ذلك الكفن يكون في ثياب مختلفة غير مخيل، ليس فيها قميص ولا إمامة كما جاء في الروايات. نعم، وقال ويستحب حسن الكفن. قال يأتي بيان حسنه في الباب الآتي. باب منه قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندر أنه قال حدثنا عمر بن يونس، وعمر بن يونس بن القاسم اليمامي قال ثقة، قال حدثنا عكرمة بن عمار الإجلي عن هشام بن حسان وهو القردوسي ثقة، عن محمد بن سيرين عن أبي قتادة الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه فليحسن كفنه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. قال ابن المبارك قال سلام ابن أبي مطيع في قوله وليحسن أحدكم كفن أخيه قال هو الصفاء وليس بالمرتفع، يكون نظيفا، يكون نظيفا وليس غاليا الظاهر، هو الصفاء وليس بالمرتفع أي في الثمن، إنما المقصود منه أن يكون سابغا ويكون صافيا نظيفا. ولذلك جاء في بعض الروايات علي رضي الله عنه قال، وهي ضعيفة رواية لم تثبت إسنادا لأنه من طريق حارث العاور والله أعلم، نعم، قال لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا، يعني لا يستفيد منه، يعني إذا ولو رميتم غالي ولو من الذهب لا يستفيد منه شيء، لأنه يذوب ولأنه ربما تأكله الديدان وغيرها، حتى ولو بقي في سليم الجسم لكنه لا يستفيد من غلاء الثمن أو غلاء ثمن الكفن. فإذا المقصود حسن الكفن أن يكون سابغا نظيفا ولو كان قديما، ويستحب من حسن الكفن يدخل أن يكون أبيض أيضا. باب ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة كفن النبي صلى الله عليه وسلم ما كفنه إلا أصحابه، فهل يكون سنة؟ نعم، مختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في كفنه ودفنه وقبره ونوعية قبره يكون إن شاء الله هو الأفضل. باب ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. قال فذكروا لعائشة قولهم في ثوبين، وقولهم بعضهم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان دفن في كفن في ثوبين رحمك الله وبرد حبرة، فقالت قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه، أي لم يكفنوا النبي صلى الله عليه وسلم بالبرد. البرد في الحقيقة هو إحدى إما إزار وإما الرداء يسمى برد، والبردين يسمى الثياب أو الثوب الكامل. نعم، ثوب التقي وإن تهلها لنسجوه خير لعمر الله من برديكما، وخاصة يكون مطرز الحواشي البرد.
فجاءوا بالبرد الحبارة أي مخططة فلم يكفنوه فيه. فقولهم كفن في ثوبين وبرد حبرة كأنها قالت ثلاثة أثواب بيض يمانية وليس في إلا ثوبين وجيء بالثالث بدل البرد الحبرة فكفن فيه صلى الله عليه وسلم. والكفن ليس فيه قميص ولا عمامة. كيف يكون قميص؟ الظاهر قد يكون الناس يجعلون أيضا قميصا. هناك ناس يعرفون وفي كتاب في كتابهم يكتبون وفي كتب الفقه أنه يجعل مثلا طويلا على قدر رأس على قدر كتفه إلى رجله ويجعل طبقتين ويقطع على قدر الرأس ويدخل فيه وبعضهم يخيط خياطة طويلة كذا. فالظاهر لا يلزم هذا لا يكون لا ينبغي أن يكون إلا أنه لو لف كما جاء فيه واحد ثم الثاني ثم الثالث من فوقه كله مستوعب هذا هو الذي يعني يلف في ثوبين ثم الثالث من فوقه يكون سابقا. هذا هو الذي كان في كفن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك بعض الكتب ألفت في ضوء السنة ذكروا فيها سورة الكفن الميت سورة الميت وبعد ذلك يضعونه وضعوا على الثوب الأول ثم لفوه فيه ثم الثوب الثاني لفوه فيه ثم الثالث من فوقه ولفوا فيه وحتى الربط ما ندري يربطون أيضا حتى لا يطير هكذا قالوا ولكن الربط ليس بلازم يربطوه حتى لا يتنحى عنه نعم ويغطى وجهه إن لم يكن محرما إن لم يكن محرما. أما المحرم فلا يغطى وجهه ويكون كأنه يؤخذ من كتفه وما بعده. أما الرأس فيكون مكشوفا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا لم يكمل عمرته فلذلك يبقى محرما نعم. ثم بعد ذلك قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا ابن أبي عمر وهو المعروف الإمام صاحب المسند العدني محمد بن يحيى بن عمر العدني قال حدثنا بشر بن السري ثقة عن زائد هو ابن قدامة ثقة عن عبد الله بن محمد بن عقيل صدوق أو ثقة. وكان الإمام البخاري يصحح حديثه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن حمزة بن عبد المطلب في نمرة في ثوب واحد. نعم كثير من الصحابة الذين خاصة الذين استشهدوا منهم خباب ومنهم كذا قالوا أنه إذا غطينا رأس فجيء بنمرة فإذا غطينا به رأسه انكشفت رجلاه وإذا انغطينا رأسه انكشف رأسه بدا رأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه أو اجعلوا على رأسه وجعلوا على رجليه الإذخر. كذلك حمزة بن عبد المطلب في نمرة واحدة لما استشهد في ثوب واحد. فإذا لم يتيسر إلا ثوب واحد فيكفي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعا. قال وفي الباب عن علي وابن عباس وعبد الله بن مغفل وابن عمر قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. وقد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة وحديث عائشة هذا الذي مر أصح الأحاديث التي رويت في كفن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال سفيان الثوري يكفن الرجل في ثلاثة أثواب إن شئت في قميص ولفافتين. يعني استحسان أم الحديث واضح فيها نفي ليس فيها قميص ولا عمامة. فإذا إن شئت في قميص ولفافتين من أين نستحسن؟ نقول إذا كان جواز جواز لكنه يكون بدون قميص كما إذا كان أمكن. لكن المسألة مفروضة إذا كان الإنسان عنده قميصه وليس إلا ثوبين زيادة فمن الممكن أن يقال في مثل هذه الحالة يغسل إذا كان قميصه فيه شيء فيغسل ويلبس ثم بعد ذلك يلف في لفافتين.
أما إذا كان الثياب الثلاثة كلها هي حاصلة فينبغي ألا يعارض ما اختار الله لنبيه، ليس فيها قميص ولا عمامة. وفي ثلاث لفائف يقول: وإن شئت في ثلاث لفائف ليس فيها قميص كما جاء في الحديث، ويجزى ثوب واحد إن لم يجدوا ثوبين، والثوبان يجزيان والثلاثة لمن وجدها أحب إليهم. هو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا: تكفن المرأة في خمسة أثواب. في خمسة أثواب أيضا هناك فيها اختلاف، قالوا: أولا هي ثلاثة كما هي للرجال، ثم الثالث الرابع يربط بها رأسها يغطى بها رأسها، ثم الخامس يعمم على جميع جسدها. نعم، سحولية نسبة إلى إلى الشخص الظاهر، يمانية سحولية، أو قالوا إنها مدينة ما ندري الآن، سحولية سحول هي مدينة من مدن اليمن ولا مدينة هي، فإذا سحولية. وبعضهم قال إنها نسبة إلى رجل، واليمن في الحقيقة من قديم الزمان كان عندهم نسج أو نساجة موجودة وما ندري الآن، لكن نحن متى من قبل الجامعة لما كنت في ماجستير 1393 يعني كانت الحمد لله باب الرحلات مفتوحة، رحلات علمية، ناس راحوا المغرب، ناس راحوا كذا، فأنا اخترت اليمن لأن كنت قرأت في الفهارس أن فيها شرح الترمذي لعبد الرحمن البحكلي في الجامع الكبير، فلهذا أنا اخترت رحت هناك. الحاصل فاستلمونا وزارة التربية فسكنونا وأخذونا إلى بالطائرتين حربيتين نزلوها في الوادي، سبحان الله كلها حسوة في سد مارب سد. الحاصل فأيضا فرجونا على مسنى النسيج طويل عريض عجيب، تدخل يندفون ثم بعد ذلك ينظفون، الرجال والنساء يشتغلون الظاهر النساء في الغالب في هذه الأعمال، كذلك يخيطون أي يعملون خيط، ثم بعد الخيط يلف، ثم بعد ذلك يركب حتى يخرج الثوب والرونة. هذا ما ندري الآن هذه المصانع مستمرة ولا. فاليمن كان معروفة من أول الزمان، كان يأتي من اليمن أو من الشام في الحجاز، الشام في الغالب كانت تأتي الجباب المخيطة، واليمن كانوا يرسلون من هناك هذه الثياب الذي يسمونه قماش، ليس قماش، إيش يسمونه باللفظ القديم؟ بز. نعم، البز الثوب غير مخيط. فعلى كل حال فيكون هنا سحولية أو أي، لكنها كانت إيمانية، وثلاثة بيض يكون هو الأفضل إن شاء الله. نعم، يقول هنا قالوا: تكفن المرأة في خمسة أثواب لحديث ليلى بنت قانف، وليس قايف، خطأ عندكم، القانف الثقفية، قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، وكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحفاء ثم الدرع ثم الخمار. هكذا الدرع كأنه شبه الدرع أو يكون مجعول فيه رأسه مقتول حتى يدخل فيه الرأس، ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدردت بعد ذلك في الثوب الآخر. الحفاء الظاهر أو الحقاء هي جاءت هكذا، لكن الذي يظهر أنها حقاء حقو النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: فاغسلنها ثلاثا أو أربعا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا من غسلها آذناه فألقى إلينا حقوه صلى الله عليه وسلم، فقال: أشعرنها، يعني مباشرة من شعارها يكون حقو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الدرع ثم الخمار ثم الملحفة، وهكذا على كل حال. نعم، لكن الرواية هذه ضعفوها، قانف
فالذي جاء فيه الدرع ليس ذكر الدرع فيه، الخمار جاء في روايات صحيحة أخرى. فإذا تكون للمرأة 5 أثواب ليس فيها درع، إنما هي تكون لزيادة الستر، حتى قد يكون الثوب والله أعلم خفيف ليس غليظا، فتلف وتدرج فيها 5 فبعضها فوق بعض، لكن يكون خمارا يلف بها رأسه، يلف به رأسها. باب ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت. قال حدثنا أحمد بن مني وعلي بن حجر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن خالد، جعفر بن خالد بن سارة هكذا جاء في المكزومي الحجازي ثقة، عن أبيه نعم خالد بن سارة وهو أيضا ثقة، عن عبد الله بن جعفر، جعفر بن أبي طالب قال لما جاء نعي جعفر قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما، جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم. فإذا من السنة أن يصنع الناس الجيران أو الأقارب لأهل الميت الطعام، لأنه جاءهم ما يشغلهم، وإن كان الكبار يصبرون فالصغار لا يصبرون، حتى الكبار أيضا لا ينبغي أن يعزفوا عن الطعام لزيادة إظهار الحزن، إذا كان واحد يشتهي يأكل فلا بد أن تزودوهم بالطعام، وليس الأمر بالعكس أنهم يعدون الطعام، وهذا من الأخطاء التي يحصل من البدع التي يحصل الآن، أنهم يصنعون أهل البيت يقولون أو حتى تعودوا، ويكون والله أعلم قال بعضهم يوصي أن يكون طعام المعزين من ماله الخاص قبل قسمة الورثة هكذا، أو قبل القسمة للورثة هكذا، وهذا أيضا هذه وصية غير صحيحة في الحقيقة، فإن كان يبدلونه إن شاء الله فيكون جائزا، لأن وصية هذه غير صحيحة. أو إذا كان هناك بالفعل ناس جاءوا للبعيد أيضا، فإذا جلسوا عندهم لا بأس أن يجلسوا، لكنه يجتمع الناس وقاب قبيلة كلهم يجعلون مثل العيد، سبحان الله حصل هذا. أنا رأيت، أنا كنت ساكن في البدو في شيب المدافع، كان واحد شيخ الظاهر شيخ القبيلة أصلهم كلهم محاميد نعم، ومن الرابغ أصلهم، وهو سيد القبيلة، فكان سبحان الله يجعل كل يوم طعام يعني ما لا نهاية له، ثم بعد ذلك بدأ في اليوم الثاني بدأ يتسابقون الناس، أنا أقرب أنا أسوي، والأولاد يأكلون ويمرحون ويفرحون، الناس كلهم مثل العيد سبحان الله. فهذا كله من البدع التي لا يصح، إنما هو شيء خفيف يجعل لأهل البيت، ومن جاء عندهم من بعيد لا بأس فيها، أما أن يجعل أهل الميت أهل الميت فهذا لا يجوز ولا يصح في الحقيقة، عكسا لما هو المطلوب. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في النهي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد كان بعض العلم يستحب أن يوجه إلى أهل الميت شيء لشغلهم بالمصيبة، وهو قول الشافعي. لماذا بعض أهل العلم؟ ما دام الحديث ثابت فينبغي أن يقول كل أهل العلم أن يوجه لأهل الميت طعاما، حتى لا يضطروا أن يطبخوهم وقد جاءهم ما يشغلهم، وهذا من الاجتماعيات التي يأمر المسلم يأمر الإسلام الناس أن يرعوها. قال أبو عيسى وجعفر بن خالد هو ابن سارة هو ثقة روانه ابن جريج. باب ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة عامة، ومن جملة المصيبة إذا أصابت أحدهم مصيبة الموت فلا يجوز ضرب الخدود وشق الجيوب. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان عن سفيان وهو الثوري عن زبيد بن الحارث وهو اليامي، زبيد بن الحارث اليامي، عن إبراهيم والنقي مسروق بن الأجدى، الرواة كلهم ثقات أثبات رواة الصحيحين، عن عبد الله وابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من شق الجيوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. دعا بدعوى الجاهلية، ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون سبحان الله يا ويل يا ويلي يا ثبوري،
كذلك قد انحد الجبل وانحد الكهف وانحد، يعني مثل هذه كانت من نعي الجاهلية أيضا عندما ينعون، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي نعي الجاهلية، كذلك بعد الدفن أو بعد الموت أن يكون أحد من أقاربهم يدعو بمثل هذه الدعوة. ليس منا من ضرب شق الجيوب وضرب الخدود، نعم، وهذا يفعله الرجال والنساء أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ منه، ولا ينبغي، وأفضل أن يترك هكذا ليس منا ليس منا، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه وليس من المسلمين. قالوا لا تؤول حتى لا تخف وتعت معناه على قلوب الناس، لكن لا شك في أنه إذا فعل فقد أتى بكبيرة من الكبائر لا يخرجه من الملة، لا يخرجه من الملة إن شاء الله. نعم. باب ما جاء في كراهية النوح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية النوح. النوح هو مطلق البكاء بالنية بالصوت، أما إذا كان بكاء وليس هناك صوت مغلوب عليه فالعين تبكي والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، لكن إذا كان الصوت وكذلك النياحة خاصة كانت تكون العرب كان تجتمع أو نساء العرب كانت تجتمع على الميت فكانوا يبكون بأصوات عالية ويغنون ما شاءوا في وصفه، وهذا الذي قال فلان لا بواكي له، وكانوا يستهينون بأمر من لا بواكي له، والذي عنده بواكي كثير تجتمع معناه أنه يفتخر به أيضا، فهذه هي النياحة، مجلس النياحة كانوا يجمعون ويبكون وبأصوات عالية جماعة، فليس منا. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهى عن النياحة كما جاء في رواية أخرى. وهنا انظروا ماذا قال فيه، قال حدثنا أحمد بن مني أنه قال حدثنا قران بن تمام من الثقات ومروان بن معاوية وهو الفزاري ثقة، ويزيد بن هارون الرازي ثقة، عن سعيد بن عبيد الطائي ثقة، عن علي بن ربيعة الأسدي الوالبي ثقة، قال مات رجل من الأنصار يقال له قرظة ابن كعب فنيح عليه، فجاء المغيرة بن شعبة وهو صحابي رضي الله عنه فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال النوح في الإسلام، أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه عذب بما نيح عليه، من نيح عليه عذب. هل يقال هذا قد يعترض عليه؟ وأنا أذكر أن الشيخ الغزالي لو راح رحمه الله لكن ترك كتابا يقرأ، ولذلك لابد من التنبيه، قال إن هذه الأحاديث متضاربة كيف تقبل هذه الأحاديث، كأنه يستهين بشأن الحديث، إنما أتي في هذا القول بسوء فهمه أو عدم فهمه للسنة. أولا ينبغي أن يؤخذ، قل نقول له عاتل ولمن مثله عاتل قوس باريها. الإمام البخاري رحمه الله بوب لقوله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببقاء أهله إذا كان النوح من سنته، إذا كان النوح من سنته، كيف ذلك؟ إذا كان من أمره، لأنهم كانوا يتفاخرون حتى بعد الموت الميت هو نفسه يتفاخر أن يبكى عليه كثيرا، إذا مت فابكيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا أم معبدي، فإذا أوصى فهو قد عذب بفعل نفسه، وإلا لا تزر وازرة وزر أخرى، هذا هو الصحيح في هذا. وعائشة رضي الله عنها لما سمعت هذا الحديث بالفعل، هذا حديث صحيح، وذكره الزركشي في كتابه الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة لما سمعت إن الميت يعذب ببكائه، روى ابن عمر فقال غفر الله أو رحم الله ابن عمر، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يهودي أنه يعذب وأهله يبكون، لكن الصحابة وغيرهم فهموا معنى هذا أنه إذا كان النوح من وصيته وأنه كان يعرف أيضا أنه يبكون لكنه لم ينهى رغبة في أن يناح ويبكى عليه،
فيكون يعذب بما نيه عليه لأنه من كسب نفسه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وكذلك لا تزر وازرة وزر أخرى، فهذا قد يزر وزر نفسه لأنه أوصى بهذا العمل غير هذا العمل الغير الصحيح. وفي الباب عن عمر رضي الله عنه وعلي، عمر وعلي وأبي موسى وقيس بن عاصم وأبي هريرة وجنادة بن مالك وأنس أم عطية وسمرة وأبي مالك الأشعري بهذا المعنى. وإذا كان الصحابة 3 4 5 يرون حديث هذا في زمن الصحابة صار متواتر، ثم إذا ذهبت تبحث تجد أن كل صحابين 10 5 من التابعين، ومن التابعين تتفرع مثل أغصان الشجرة ويكون يعني يصل إلى التواتر. نعم. قال أبو عيسى: حديث المغيرة حديث غريب حسن صحيح. فإذن ينبغي ألا يرفع الصوت، والنياحة لا يكون إلا إذا كان على طريقة الجاهلية أو برفع الصوت. أما إذا كان الإنسان مغلوب ويبكي والعين تدمع وراض بقضاء الله ولم يظهر نفس ولم يظهر التسخط، أيضا كانوا يتسخطون، وحتى سمعنا أن بعض النساء ساحت قالت: لماذا أنا عدوة الله تعالى حتى يميت ابني ويميت أبي وزوجي، يعني 3 كلهم، يعني هذا كله في الحقيقة جهل بما عند الله تعالى. وإلا الإنسان إذا عرف أن هذا منهي عنه وإنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب ينبغي أن يصبر. نعم. أخرج ربما يكون والله أعلم في بعض طبقاته لا يكون إلا راوي واحد. لو ذهبت تبحث ما لو ذهبت تبحث الآن سهل بحث الغرابة هذه سهل، فتجد أنه يكون سعيد بن عبيد روى عنه 10، وعلي بن ربيعة الوالبي تفرد عنه سعيد بن علي، لكنه ما دام ثقة فروايته صحيحة مثل روايتي إنما الأعمال بالنيات. وحديث المغيرة بن شعبة حديث غريب حسن صحيح، وأخرجه الشيخان. إذن قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي أنه قال حدثنا شعبة والمسعودي، المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المسعودي، عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود المسعودي ثقة، إلا أنهم قالوا أنه كان قد اختلط وشعبة سمع منه قبل اختلاطه. أنا علقمة بن مرثد، علقمة بن مرثد من الثقات. أنا أبي الربيع المدني، وقالوا أنه ليس به بأس هكذا قال بعضهم، وقال بعضهم أنه مقبول. أبو الربيع هو المدني هكذا لم يعرف اسمه. أنا أبي هريرة وهو من التابعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 4 في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس: النياحة والطعن في الأنساب. نعم، لا يجوز الطعن في الأنساب. إذا قال أحد: أنا من قبيلة قريش، أنا من قبيلة أنصار، ربما الناس يطعنون بالفعل، سمعنا وهم يستهينون. معروف أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين من كل القبائل قد انتشروا في الدنيا، الآن قبائل كثيرة ينتسبون إلى الأنصار في الهند، كذلك في البخارى وفي كذا وكذا، فلا ينبغي الطعن في الأحساب بحال من الأحوال، وإن كذب فبينه وبين الله. نعم. والعدوى هي الظاهر يعني الذي يسمونه أنها تعدو بنفسه، المرض يعدو بنفسه. أجرب بعير فأجرب 100 بعير من أجرب البعير الأول، يعني من أجرب البعير الأول، كأنه يشير هكذا جاء هنا، يعني العدوى بحيث كانوا يعتقدون أن المرض بنفسه يعدي بدون ربطه ما إرادة الله تبارك وتعالى. أما إذا كان يربط بإذن الله تعالى قد يعدو. من هنا يأتي قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد، حتى لا تظن إذا اختلطت أنت وأنت ضعيف القلب فتقول: لو كنت ابتعدت لكان لم أمرض أو كذا. فأمرنا بالابتعاد عن المريض، وأمرنا بالابتعاد
في دخول أو أن دخول أن الدخول في أرض فيها طاعون وفيها أمراض مثل هذه على كل حال. لكنه إذا كان بإذن الله أنه يعدو بإذن الله أو يخاف أنه يعدو بإذن الله، وأيضا أمر الله تعالى أننا نتناخذ الأسباب. فلما أخبر عمر رضي الله عنه أن في الشام وقع طاعون، طاعون مواس معروف، فرجع ولم يدخل في القرية، فقالوا أتهرب من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله إلى قدر الله. هذا أيضا قدر الله، الأخذ بالأسباب أيضا قدر الله تعالى. فإذا كان عدوى يعتقد بأنه يعدو بنفسه فهذا لا شك فيه كفر، لكنه إذا كان من بربطه مع إرادة الله تعالى فجاز أن يعتقد هذا، ويكون الاحتياط من هذا المعنى. أجرب بعير لما جاء الصحابي قال يا رسول الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، قال يا رسول الله فكيف بالبعير يكون أجرب فيمرض الآخر أيضا؟ قال هل قال فمن أجرب الأول أو فمن أعداء الأول؟ إن كنت تقول أن هذا المرض جاء بالعدوى فمن عاد الأول، يعني خلق الله المرض في الأول كذلك يخلق في الثاني بدون أن يعدو أو بدون أن يعدي مرض الأول إلى الثاني. وكذلك الأنواع، أي يقولون مطرنا بنوع كذا، وهذا أيضا يكون شرك إذا كان الإنسان يترك حصول المطر، حصول الصيف، حصول المواسم بالأنواع، فهذا بدون ربطه بمشيئة الله تعالى فهذا لا شك أنه كفر وجاهلية. مطرنا بنوع كذا وكذا، ولذلك لما كان في النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية فمطروا في الليل فقال أصبح، قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمنا وكافرا، قال أما الذي قال مطرنا بنوع كذا فهو كافر بنعمة الله تعالى، وأما من قال مطرنا بمشيئة الله تعالى فهو مؤمن. نعم. باب ما جاء في كراهية البكاء على الميت. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد، عبد الله بن أبي زياد هو ثقة، عبد الله بن زياد القطواني أظن، نعم، قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص، قال حدثنا أبي إبراهيم يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص، فقال حدثنا أبي وهو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، قال عن صالح بن كيسان عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر قال قال عمر بن الخطاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الميت يعذب ببكاء أهله عليه، ويحمل على أنه إذا كان وصى بالبكاء أو إذا كان يعلم أنهم يبكون ولم يوصى بعدم البكاء، أما إذا بكوا من عند نفسهم وهو قد نهى عنه فلا علاقة له بهذا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم البكاء على الميت، قالوا الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وذهبوا إلى هذا الحديث، وقال ابن المبارك أرجو إن كان ينهاهم في حياته ألا يكون عليه من ذلك شيء. عرفنا أنه ليس هو من وصيته وليس من أمره للبكاء، فلا يكون له عليه في حرج. نعم. وفي الباب عن ابن عمر عمران بن حسين، أما حديث ابن عمر فأخرجه الشيخان بمثل حديث عمر مثله، ولأحمد ومسلم أنه الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. نعم. ثم بعد ذلك قال هنا ذكرنا قال وذهب جمهور العلماء إلى تأويل هذه الأحاديث لمخالفتها للعمومات القرآنية وإثباتها لتعذيب من لا ذنب له، وهناك لا تزر وازرة وزر أخرى، فكيف يعذب ببكاء أهله؟ فهنا قالوا لابد أن يؤول هذا الحديث بما يوافق السنة القرآن الكريم، فاختلفوا في التأويل، فذهب جمهورهم كما قال النووي إلى تأويلها بمن أوصى
يعني الميت يعذب بقاء أهله أي من أوصى بأن يبقى عليه لأنه بسببه هو منسوم إليه. قالوا وقد كان ذلك من عادة العرب كما قال طرفة بن العبد: إذا مت فابكيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا أم معبدي. قال في الفتوى: اعترض بأن التعذيب بسبب الوصية يستحق بمجرد صدور الوصية، والحديث دالنا لأنه إنما يقع عند الامتثال. والجواب أنه ليس في السياق حصر لا يلزم منه وقوع عند الامتثال، يعني قال حتى لو وصى فهو آثم بوصيته فيعذب، فكيف أنه يعذب؟ لماذا نقول يعذب ببكاء أهله؟ قالوا لا حصر، آثم في وصيته، فإذا بكوا فزيادة الإثم عليه. فالحق ما ذهب إليه الجمهور من تأويل هذه الأحاديث الصحية، ولا وجه لردها مع إمكان التأويل. ورد الحديث طريقة القرآنيين الذي قالوا إن الحديث يخالف الآية فلا تقبل، نقول لا، إنما هناك هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث صدر من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد له معنى، كما فسر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بأنفسهم وهم كانوا يفهمون من النبي صلى الله عليه وسلم مقاصده. ثم قال: حدثنا علي بن حجر أنه قال حدثنا محمد بن عمار. محمد بن عمار هذا صدوق، محمد بن عمار بن حفص بن عمر، قال حدثني أسيد ابن أبي أسيد ولقبه البراد، صدوق أو ثقة، أن موسى بن أبي موسى العشاري أخبره عن أبيه أبي موسى العشاري الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكية فيقول أو فيقوم باكيه فيقوم باكيه فيقول واجب له وسيدا أو نحو ذلك إلا أكل به شيطان أكل به ملكان يلهزانه أي يلكزانه ويغمزانه ويقولان أهكذا كنت أنت أيها الميت. فالظاهر إذا كان أوصى ففي هذه الحالة يكون يعني لكز ولهز الملائكة لأجل أنه أوصى. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. فهنا كأنه مثل جاء في الحديث بعض الأمثلة لبكاء أو نياحة الجاهلية. نياحة الجاهلية كانوا يقولون واجب لا وسيدا وكهفا. نعم. باب ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت من نوع آخر. البكاء لابد أن لا يكون منهيا من البكاء المنهي عنه. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا عباد بن عباد وعباد بن عباد بن حبيب بن المحلب بن أبي صفرة صدوق، عن محمد بن علقمة أو محمد بن عمرو ومحمد بن علقمة أو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، عن يحيى بن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي عبد الرحمن بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب ببكاء أهله. فقالت عائشة يرحمه الله: لم يكذب، يعني ما قالت أن عبد الله بن عمر يكذب، ولكنه وهم، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل مات يهوديا: إن الميت ليعذب وإن أهله ليبكون عليه. كان عائشة سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وفهمت أن هذا خاص بالكفار وهم يعذبون سواء بكوا عليه أو لم يبكوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه وافق بكاؤهم ما تعذيبه. لكن الآخرون قالوا إن عائشة رضي الله عنها لم تبلغ الأحاديث الأخرى بهذا المعنى، ولذلك قالوا الصحيح ما روى ابن عمر وغيره بهذا المعنى. فيكون الرخصة في البكاء على الميت كأنها يؤخذ من هذا الحديث من قول عائشة بأنه إذا بكى المسلم فلا يعذب، بكوا على المسلم، المسلم على المسلم فلا يعذب، لكن لا يؤخذ من هذا والله أعلم صراحة جواز البكاء، رخصة في البكاء على الميت بكاء جاهليا، إلا أن يقال إنه كما
رأى الصحابي حينما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت عين النبي صلى الله عليه وسلم تدمع، فقلت يا رسول الله تبكي وأنت رسول الله؟ قال العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا يكون بهذا المعنى الرخصة، لكن الميت يعذب بكاء أهله. فقالت عائشة رحمه الله لم يكذب ولكنه وهم، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل مات يهوديا إن الميت لا يعذب وإن أهله لا يبكون عليه. من أين يؤخذ منها الرخصة؟ كأنها فهمت أن البكاء يكون من المسلم على المسلم ليس يؤخذ عليه، لعله لأجل هذا جعل الرخصة في هذا. وأما إذا قلنا أن البكاء الذي ليس فيه صوت ولا نياحة فيؤخذ من غير هذا الحديث، هل أدخل البخاري حديث آخر؟ انظروا هنا، قال حدثنا علي بن خشرم وهو ثقة أنه قال حدثنا عيسى بن يونس، هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق الصبيعي ثقة، عن ابن أبي ليلى وهو محمد ابن أبي ليلى، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قاضي، كان قاضيا ولكنه ضعيف الحفظ، عن عطاء وعطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد عبد الرحمن بن عوف فانطلق به إلى ابنه إبراهيم فوجده يجود بنفسه أي يعالج سكرات الموت، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره، حجر هو الأفصح والحجر أيضا جائز. وقال أبو زيد أو ابن السكيت الحجر هو الأفضل، وربائهم قلاتي في حجوركم قالوا الحجر بمعنى الحضن، على كل حال هكذا قال اللغيون كلاهما جائز. فوضعه في حجره فبكى صلى الله عليه وسلم، فقال له عبد الرحمن أي ابن عوف أتبكي؟ أولم تكن نهيت عن البكاء؟ قال لا، ولكن نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند مصيبة، خمش وجوه وشق جيوب ورنة شيطان. وفي الحديث كلام أكثر من هذا، كلام أكثر من هذا ما هو؟ أنا أردت أن أجد، فهنا جاء فيه رنة شيطان، جاءت هذه الرواية عن عطاء محمد بن عبد الرحمن بن عوف، نعم. وفي المخلصيات من غير طريق ابن أبي ليلى، وهو حديث حسن إن شاء الله، جاء فيه زيادة رنة الشيطان وهذه رحمة، هذا هو الذي أشار إليه. وفي الحديث كلام أكثر من هذا، قال وهذه رحمة ومن لم يرحم لا يرحم، يا إبراهيم لولا أنه أمر حق ووعد صدق وسبيل مأتي، وإن آخرنا سيلحق أو وإن أخرانا ستلحق أولانا، لحزننا عليك حزنا هو أشد من هذا، وإنا بك لمحزونون، تبقي العين ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب عز وجل. هذا الذي ذكر. وفي الحديث كلام أكثر من هذا، ولخصه أو اختصره الترمذي رحمه الله. فإذا هذا الحديث هو الذي فيه الحجة بأن أي نوع من البكاء يكون فيه رخصة، وهو أنه لا يكون تسخط ولا صوت ولا نياح، إنما يكون بكاء مغلوب عليه الإنسان لا يملك عينيه. نعم. ثم قال حدثنا قتيبة ابن سعيد البغلاني عن مالك وهو الإمام، قال وحدثنا إسحاق ابن موسى، وهو إسحاق ابن موسى ابن عبد الله الخطمي ثقة، قال حدثنا معن وهو مال ابن عيسى، قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة وهي عمرة بنت عبد الرحمن المحدثة الفاضلة، أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها وذكر لها أن ابن عمر يقول إن الميت لا يعذب ببكاء الحي عليه، فقالت عائشة غفر الله لأبي عبد الرحمن أي لابن عمر، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها فقال إنهم لا يبكون عليها،
وإنها لتعذب في قبرها. باب ما جاء نكتفي. طيب، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نقرأ كتاب الجنائز، اللهم اجعل خاتمتنا بخير كلنا إن شاء الله، ونموت ولا إله إلا الله على ألسنتنا إن شاء الله. وصلى الله على خير خلقه وأحسن موتنا أن يكون في سبيل الله. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. ندعو الله تعالى إذا أقام علم الجهاد أن نكون قائمين أول واحد. صلى الله عليه وسلم. في أسئلة عندكم؟ يقول الأخ: هل يطعم الذي لا يرجى بره أو كبير السن في نفس يوم فطره أو بعد رمضان يطعم؟ هو الأصل عليه، لو كان كل يوم بيومه فقد أدى، وإن كان في آخر يوم من رمضان أيضا. وجاء في حديث في بإسناد صحيح عن أنس أنه ضعف في بعض السنين حتى ما كان يقدر أن يصوم، فأعد لفظ الذي جاء فيه فأعد جفنة يسعوا 30 شخصا فأطعمهم في آخر أيام رمضان. وإذا كان لا يقدر في داخل رمضان فعليه قضاء هذا بعد رمضان، لا بد من الإطعام. نعم، إذا حان في بلادنا بعض إذا كان في بلادنا بعض المبتدع يعلمون تكفين وتغسيل الميت بالتمثيل بإنسان حي يعلمون، فهل يستحسن عدم اتخاذ هذه الطريقة؟ كيف يعني؟ هو إذا كان يمثل حتى كان واحد حي، هو يموت إن شاء الله، لا يتشائم بأنه الآن يكفن. إذا كان أحد يمثل، ولكن يعني تأخذون شخص قوي القلب وإلا يأخذه قد يكون الإنسان عنده مرض نفسي، فيعلم الناس بأنه يلف كذا ويلف كذا، لا بأس فيها إن شاء الله. وإلا خذ أي شيء خشب وعلم عليه، لا بأس فيها، وينبغي أن يتعلم الناس ويعلموا، لأن هذا علم شرعي. هل ينال العبد الغفران في شهر رمضان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هل الشرط في غفران الذنوب اجتناب كبائر؟ نعم، والصغائر إيمانا واحتسابا، لأنه هناك من يقول لا ينال الغفران في رمضان من أصر على الكبيرة. هل هذا القول صحيح؟ نعم، لأنه في الحقيقة أن يكون من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، فصومه وإن كان صام لكن صومه غير مقبول عند الله ولا عند رسوله عند المؤمنين، فلا يقال بالغفران إلا إذا كان صوما صحيا. نعم، ارتكب كبيرة لا يتعلق بالشرك ولا يتعلق بحقوق العباد، فتاب إن شاء الله وأصلح فيما بعد في بقية أيام رمضان يرجى له الغفران إن شاء الله. لكن إذا استمر ولم يتب فهو الذي يقال أنه لم يستفد من شهر رمضان. أبعد الله من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له. نعم، بعض الإخوة في الصلاة القيام الليل، قل في صلاة قيام الليل، يصلون 10 ركعة، ما لما يستدلون بحديث عائشة أن المحرم يصلون، ما أدري إيش تقول، 23. على كل حال، إذا كان أحد يصلي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أصلي 10 فقط وثم يوتر، لا يلام إن شاء الله، لا يلام. لكن إذا كان أحد يصلي 20 ويقول الذين صلوا 11 هؤلاء لم يصلوا، فهذا خطأ، هذا الاعتقاد خطأ. صل ما شئت من الزيادة، لكن لا تقل أنه هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية. سنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية إذا اكتفى أحد ب10 ثم أوتر في الليل أو في آخر الليل فقد أدى إن شاء الله، وليس بلازم أن يصلي 23. نعم، هي نافلة معتمر طوفت ومعتمرة
طوفت وسعيت ولكن لبست المخيط قبل تقصيري، بعد 10 دقائق حلقت في ملابس المخيط. إذا كنت نسيت إن شاء الله قبل الحلق لبست المخيط، إن كنت متعمدا فعليك فدية مخيرة، فدية من صيام أو صدقة أو نسك، وإن كنت ناسيا فليس عليك شيء. والحمد لله هديت إلى المطلوب أنك لبست لباسا بعد 10 دقائق حلقت في ملابس المخيط. على كل الجهلا لا يلزم عليك شيء إن شاء الله، لكن إذا تعمدت فعليك فدية مخيرة. نعم، كان المطلوب مطلوب إذا تذكرت فترجع إلى الإحرام ولباس الإحرام وتحلق فيها. هل زكاة الفضة ربع العشر؟ وكم غرام الفضة للزكاة؟ كم قالوا؟ ربع زكاة الفضة ربع العشر، لكن كم غرام الفضة؟ يعني الربع يعني كأنه يسأل أن أقل النساب كم غرام من الفضة؟ كم قالوا؟ 260 أو 70. أما الذهب 86 غرام، 85، والفضة أظن 260 أو 275. على كل حال يسأل إن شاء الله قيمتها هنا كم يكون في الريالات ويودي في الريالات. نعم، لأن القيم تطلع وتنزل. الأم إذا كانت لا تملك بيتا وتريد أن تسكن مع بنتها وأبنائها وأبناؤها الآخرون يريدون أن تسكن معهم، فما الحكم؟ على كل حال الأم هي المتحكمة إذا كانت البنت وزوجها لا يستثقلان الأم. البنت لا تستثقل، لكن الزوج إذا كان يستثقل فينبغي للأم أن تكون عند أبنائها وهم لو أوجب عليهم، لكن إذا كانوا يعني يعدون السعادة أن تبيت أم الزوجة أو تكون أم الزوجة في بيتهم جزاها الله خيرا أو جزاهم الله خيرا، كله لها حقها، بارك الله فيكم أن تكون. نعم، بعض الإخوان من باكستان ولا نراك يسلمون مع الإمام أو قبله هذا الأول، والثاني عندما يسلم يقوم مباشرة، يعني كانه يقول قبل الإمام يسلمون. إذا كان يسلمون قبل الإمام فصلاتهم باطلة في الحقيقة، كلمة واحدة قال العلماء لابد أن يعيدوا الصلاة. والثاني عندما يسلم يقيم مباشرة يصلون الراتبة قبل الكلام وتغيير المكان، هذا أيضا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بالفعل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة كان يقول الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام منك السلام، بعد الأذكار، وبعد ذلك يقوم للراتبة. لكنه في جعلوه في المذهب الحنفي في الحقيقة، وإن كان التشدد أو التعصب في المذهب في مذهب من المذاهب فهو في المذهب الحنفي، وإذا كان في الدنيا في مكان ما فهو في الهند، وإذا كان في الهند أشد ففي الهند الشمالية، سبحان الله يتحملون يخرجون من المساجد وغيرها. فهذا تعصبهم للمذهب، ليس من مذهب الإمام رحمه الله أنه يصلي مباشرة ويقوم، لكن تعودوا هكذا، يأخذوا بعضهم من بعض ويمشون على هذا، وليس هذا طريقة الإمام رحمة الله عليه. هل يخرج المعتكف للعمرة في رمضان؟ لا، إذا كان قد اعتكف لا يخرج إلا لحاجة ضرورية، حاجة ضرورية من الأكل والشرب ومن البول والبراز، أما لغير هذا. إلا إذا كان قالوا إلا إذا اشترط، قالوا إذا اشترط جاز له أن يخرج ثم يرجع إلى الاعتكاف. كذلك حتى الفتوى الظاهر موجودة أن إنسانا لا يجد فرصة وكان في الأيام الأولى الدوائر الحكومية إلى 25 أو كم من نعم من رمضان وهو يريد أن يعتكف من 20، فكان الفتوى الظاهر إذا اشترط أنه يخرج للدائرة إن شاء الله ويعمل عمله ثم يرجع فجاز له، على معنى فاتقوا الله ما استطعتم إن شاء الله. الله يحفظك. أنت تقول أنا مريض بالسكري آخذ حقنة إنسولين في النهار لعلاج السكري فهل تفطر صائم؟ كاد أن يتفق على أئمتنا المشايخ ابن باز وغيرهم رحمة الله أحيانا وأمواتا أن هذا لا تفطر، إنما تفطر من الحقن أو من أي شيء تكون مقويا للإنسان أو مغذيا. نعم،
أنا قدمت زائرا وعملت عمرتي، هل يجوز لي أن أعمل عمرة أخرى لأبي وأمي؟ إن شاء الله كما أفتى العلماء، إذا طال شعرك للحلق فتأتي فرصة أيام للعمرة وبين العمرة. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.